الله معكم. للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. هيك لخص يسوع العبادة الحقيقية بتأكيده إنه ما ممكن للعبادة إلا إن تكون حصرية لله فقط لا غير. بكلامه رجع لأول وصايا وصلها موسى للشعب بكتاب تثنية الاشتراع، خصوصي بالفصل 6 الآيات 4 و5، لما قال: اسمعوا، الرب إلهنا رب واحد، أحبوا الرب إلهكم بكل قلوبكم بكل نفوسكم بكل قدرتكم. وكأنه هيدي هي شرعة عبادة الرب اللي بتوضح أسس علاقة البشر بالله وأهدافها. ربنا وحده له الحق بالعبادة لأنه هو الخالق وهو المخلص، فإذن هو اللي بحق له التسبيح والمجد والإكرام والقوة لآخر الدنيا، ما مثل ما بيقول سفر الرؤيا. وليسوع اللي مات كرمال البشر بحق القدرة والغنى والحكمة والقوة والمجد. فإذن هالحق الحصري هو فعل إيماننا وهو الوصية الأولى والأكبر. بنقراها بإنجيل مرقس بالفصل 12 الآية 28. هالحق الحصري له متطلباته اللي بتفرض على المؤمنين الانتباه من تقديم العبادة لغير الله. بس المشكلة هي إنه نحن بشر مننسى هالشي. أمتى مننسى؟ بس نكتفي مثل ما حذر سفر تثنية الاشتراع. ليكو شو بيقول؟ إذا أكلتوا وشبعتوا ما تنسوا الرب. المشكلة هي إنه أسهل شيء على الإنسان إنه يتعلق بالأملاك المادية ويترك إلهه. منتعلق فيها لدرجة إنها بتصير هي إلهنا، مثل ما مكتوب على الورقة الخضراء: إن God we trust. أي God حاطينه على الورقة الخضراء وحاطين قبالنا هالورقة، أو حاطين قبالنا السيارة الأفضل أو تياب الأحلى أو أحسن ما بعرف بيت، يعني وين هو؟ بشو متعلقين؟ كان في راهب بوزي قال، بيقولوا كان تقي كتير، كان يعيش من المساعدات اللي بيقدمولو إياها المؤمنين. هونيك نهار لبس تياب مخزقة ووسخة مثل كل الشحادين، وقعد على جنب الطريق أحد الشحادين تحت يشحد. مرق كل النهار ما حدا ساعده ولا بشي، لا لقمة لا قرش، ماشي أبدا أبدا، ولا حدا وجه له كلمة. تاني يوم رجع لبس تيابه العادية، تياب الرهبنة، وقعد بنفس المحل، وصاروا كل الناس يمرقوا ينحنوا قدامه، يقولوا له صلي لنا، يحطوا له المساعدات ويطلبوا منه يرضى عليهم. رجع عبيته، شلح تيابه، حطهم على الكرسي، ركع قدامهم وقال لهم: تتمجد صورتكم على الأرض، بحق لكم المجد والتسبيح أكتر بكتير من الإنسان اللي لابسكم. أخوتي وخياتي، خلينا أنا وياكم اليوم نقول: لك وحدك يا رب يحق التسبيح، وللإنسان صورتك تجدر الخدمة، لمجدك أنت أيها الخالق المخلص. ونهار مبارك.